أريد أن أوجه رسالة شكر إلى والدي لأنهم غيروا موقفهم تجاهي أنا وخواتي. أولاً ما حصل من أهلي ليس بذنبي ولكن الجهل والتخلف والفقر هم السبب الأول في هذا، فأهلي ضحايا الجهل من خطر زواج الأطفال والتخلف في العادات والتقاليد والفقر الذي يعتبر كفر يجب الإعلان الحرب ضده. فأما أمي فهي ضحية، تزوجت عمرها 12 سنة وجدتي تزوجت عمرها 9 سنوات، وكل هذا بسبب التخلف والجهل، وبعدها يأتي الفقر ليبرر هذا الزيجات. ثانيا ليس هناك أب وأم يقبل بقتل طفلته بالزواج من أجل الفقر، ولكن عدم التوعية بمخاطر هذه العادات والتقاليد هي السبب الأول. خلونا أذكركم بمعلمي سابقا لما كانوا يقولوا أن سلخ الجلد عن العظم هي التعليم الأنسب، وأن لبناء أسرة ضروري أن يكون هناك عنف أسري، ولكن أجدهم معلومات بأن هذه الأساليب خاطئة. انصدموا في بداية الأمر وبعدها ندموا على ما فعلوه وعرفوا أن التعليم بالعلم وأن العنف الأسري يمزق الأسرة ويفككها. فإذا استطعنا تغيير مفاهيم الآباء وتوعية المجتمع بمخاطر هذه الزيجات سوف تنخفض لدينا هذه الزيجات بشكل كبير. وهذا ما حصل مع أهلي لما عرفوا بمخاطر زواج القاصرات، أصبحوا من شركاء لإيقاف هذه الزيجات في قريتي ومجتمعي، فالنتيجة هي تغيير قناعات.